أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. عبادة يا عبادة يا روحي يا حبيب قلبي، نايم مثل العسل. عبودة عبودي عبادة عبوشة، العسول اللي نايم رح عبودة. هلا رح بسمعه أنا صح؟ عبادة عبودتي وعسل، عم تهيالي أنا عبودتي. قوم، أنا اللي بدي إياك، قوم روحي قوم. أوف، أنت عم تسخيني يا ماما؟ أي نعم، أنا اللي عم بسخرك تقبرني. بدك ما تواخذيني أمي، لأنه بصراحة مالي متعود على عبادة وعبودتي وعسول، يعني أنا متعود يعني يا زفت يا قديش يا حيوان، اسمي الحقيقي مالي متعود عليه. يا حبيبي يبعث لك، شو بتحب تمزح؟ كوميات كوميات، دوب الله يرضى عليك، نزل جيب لي علبة سمنة تقبرني. أمي من الصبح لسه هلا فوت، شوي تاني معي شغلة، تعبان كثير ما خرج الله، شوي تاني أنا لحالي بنزل بجيب لك اللي بدك إياه. على راحتك روحي، على راحتك وعلى قول من مهلك، لا تزعج حالك، على كيفك. أنا صاحي ولا نايم؟ هذا كلام حقيقي أمي؟ أمي تبكينا عبادة، خلص حرام، إذا هلا فاق هو للساع، أنا فايق من زمان، أنا بنزل بجيب لك كل شي بدك إياه. يا عيني عليك يا مجودة، شطور، انسوك، خذ هاي المصاري يلا. هدي أمي، يلا. لحظة، إذا عم شوف الفيديو وما حط لايك وما اشترك بالقناة ما بصير، ها؟ كلياتكم، حطوا لايك واشتركوا بالقناة كلياتكم. في حدا ما اشترك؟ أمي، في حدا ما عم يشترك بالقناة، شو فيهم؟ لا تقبرني، لا، كلهم عملوا لايك واشتركوا، أنت لا تاكل هم. يلا عملوا روح، انت روح طمن. يلا خلاص رايح، طمنت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في حدا بده يموتش اليوم؟ مش عم صير؟ لا تقبرني يوه، وانا اسفه لانه فيقتك وزعجتك ونكشت لك نومتك، يلا رجع نام، وقيمت ما بدك، قيمت بخطر على بالك تفيق، تعال عندي عم اطبخ، ايش بلزمك قول لي؟ يلا رجع نام روحي. ايه ها؟ هيك الواحد يفيق على مزاجه، لا حدا بزعجه ولا حدا بقرب عليه، بس انا لهلا مستغرب من شي عملته امي مجودة، يعني بصراحة في شي غلط، مستحيل شي عم بيعملوه، اكيد مستحيل. اوف! لك اليوم جمعة؟ اليوم جمعة؟ رفقاتي هولي بده يروحوا، صارت الساعة 11، توبي الحق قبل الصلاة، منين اجيب مصاري؟ منين؟ مالي غير؟ بابا! يا بابا! بابا 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 بابا، نعم يا روح البابا. روح البابا؟ بابا كان بدي منك شغلة 500 ليرة بس، برجع لك يوم بارب، وتوعد مني خلاص، بس ألاقي شغل واشتغل أول معاش إلك مباشرة، كلام رجال. المشكلة يا رفقاتي طالعين، بدي أروح معهم وما معي مصاري، برجع لك يوم 500 بس. 500 ليرة؟ 500 ليرة ايش بدك تعمل فيها؟ أصلا 500 ما بكفيك لشي طاول. انا رح اعطيك 1000 بدل 500، قوم ادخل على غرفتي بتلاقي جزداني، خده طالعه وخذ منه 1000 ليره، واذا بدك خذ كمان اكثر روح. بابا هذا مو وقت المزح، اذا سمحت هلا بروح بدخل بلاقي جزدانك فاضي، بجي بقول لك تتمسخر علي، اذا سمحت اعطيني 500 وما بدي اكثر. لا يا روحي، اكيد ما عم بمزح معك، ولو انت ابني ما خاف فيه شيء يا سيدي، تصديقا لكلامك ما رح اعطيك 1000 ليرة، رح اعطيك 1500 ليرة، قوم ادخل على غرفتي خذ الجزدان طالع منه 1500 ليرة وخذهم يلا. قولك بابا كرمال عظه، كرمال الله بالامان، هدول حركات انا بعرفهم، هلا بروح بدخل على غرفة بفتح جزدانك بلاقي فاضي، انت بتيجي وراي بتعمل حالك مالك خبر، متفاجئ، انت بتشوفني فتحت الجزدان بتصير بتعيط، عم تسرقني، فيلمك الهندي اللي بتعمله عطوه انا حفظته على الغايب، على الفاضي يعني. لا يا عمري، معقول انا اعمل معك هيك؟ ليش عم تحكي هيك؟ وادخل على غرفة، واذا بنفسك اكثر من 1500 خذ روح. طيب ماشي، انا رايح ادخل هلا اروح اخذ جزدانك، اذا بتطلع فاضي ولا بتيجي وراي انت بتعمل الفيلم اللي بتعمله كل مره، انا ما راح اسكت هلا عبالك، ولا خلاص قوم روح. ولك في شي غلط؟ مين معي بالاعدادات؟ مخرج، انت لعبان بالاعدادات شي؟ مالك علاقه؟ مين العلاقه لك؟ خير ان شاء الله.
بابا صح، انا لقيت الجزان واخدت المصاري اللي بدي اياهم. ما رح تضرب مو؟ لا ابني اكيد ما رح اضربك. اذا بدك اكثر 1500 روح خود معنا شروح. لا 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 حاج لهون وبس قبل ما اقلب عقله. ناقصني قولك شو هاد؟ اعطاني 1500 ليره بدون ما يحكي ولا كلمه. لا في شي غلط، في شي غلط. يوم ما في حدا بدي يموت ايش عم بصير؟ قولوا لي مين بدي يموت. في حدا بدي يموت ما في مجال. احسن الشيء انا لا اخذ المصاري واقطع مع رفقاتي ونخربها. ومين بده يموت يموت. انا لسه ما اكلت صحيح. عجب امي ايش عملت اكل؟ امي 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 مطوله بالاكل لسه شيء؟ اي والله لسه عم طوله يا روحي. اذا جوعان كثير وما خلص تستنى روح خذ مصاريف من جيبي ونزل لتحت جيب لك كم اندومي وكلون. نعم ايش اجيب؟ جيب لك كم كيس اندومي وكلون. ما عم تقول جوعان روحي. امي اذا سمحتي هلا موت المزح والضحك. قصدك اجيب كيك وعصير وهيك شغلات مو؟ ولك لا روحي اين كيك ما كيك؟ قال كيك قال اصلا الكيك كتير مفيد للجسم وما فيه فيتامينات. ما بين الاندومي، الاندومي كتير 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 صحية عم بوصفوها الدكاترة وفيها فيتامينات. يا يوم على الله روح جيبه وتاعة. واذا ما عرفت تساويهن انا بساوي لك اياهن وناكل سوا. روح يلا. ايه ايه امي ايه الله هذا بيتي لا مو بيتي؟ لك والله هذا بيتي. وهدول اهلي اللي مالهم اهلي. لك والله اهلي شربانين شي؟ حدا ضربهم على راسهم شي؟ والله شكلهم شربانين شي. هلا اول شي عطاني 1500 تيرا، بعدين اروح جيب اندومي. مجوده لك مجوده اللي ما بيرضى يجيب لي كاسة مي. راح نزل بدالي جاب السمنه. لا وقال لي خليك كمان. لا بقى في شي غلط، في شي غلط عم بصير. فهمونا يا جماعه. عبادة 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 بس شكله صحيح حجي. جاي تاخذ 1500 تاعه تضربني صح بابا؟ ولك لا اكيد لا ابني. مبروكين عليك ال 1500 وانا قلت لك اذا بدك اكثر لسه رح اعطيك. بس هلا بدي اياك تتذكر شغله. انت ايش موصيني على شغلات بدك يا هون؟ اتذكر هيك الشغلات المهمه اللي انت وصيتني عليهم. هلا بالنسبه للشغلات كتار وانت ما تواخذني يعني بابا؟ ما بتجيب ولا شغله من بقول لك عليهم؟ لا انسى انسى الشغلات كلها انسى هون. في شغله وحيده مهمه انت طلبتها مني. مهمه كتير كتير كتير. ايه قلت لك جيب لي طقم رسمي مشان عيد ميلادي. لا 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 شغل مخك. اهم اهم شو اهم شو اهم؟ ايه جايب لي سكربينه. سكربينه سكربينه اهم اهم. ايه ايه تذكرت. ايوه ايوه اللي هو بيجامة رياضية ماركة اديداس. ولا ان اديداس ما اديداس ولا شغل مخك عم بقول لك. اهم اهم من هيك بكتير. مش قد سطلي يعني ايش هالشغلة مهمة اكتر من هيك؟ قلت لك ياهم كلياتهم. ايش رح تكون يعني؟ يعني خلاص ما بتذكر شو هو. هلا في احتمال صغير انه تليفون جديد، بس انت مستحيل تفكر مجرد تفكير انك تجيب لي تليفون جديد. واذا قلت لك جبت لك اياه. عم تمزح عم تمزح ولا ما غريب عليكم؟ اليوم العيلة كلها هذا صاير عم تمزح. وينه؟ فرجيني اياه لحتى اصدق. واحد اثنين ثلاثة تيرا ترا. انا بحلم انا بحلم انا عم بحلم صح؟ انا عم بحلم انا عم بحلم صح؟ ولك انا عم تحلم. حقيقة 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 تفضل هات تشوف. لك ايه والله صح لك صح ضمان سنة كاملة كمان. يا عيني على الله بابا ما بتوقع شو بحبك. يا يوم على الله شو بحبك. عبادة عبادة. نعم بابا. شو نعم؟ شكله التليفون الجديد دحس مخك؟ ما انا اللي صرفت لك. بلشنا؟ بابا هذا صوتك، هلا انت هدهت لي. والله ما انا هدهت لك عم بقول لك. خلص خلص بابا، شكلي من الفرحة صرت هيالي كثير شغلات. قولك يا قديش. نعم بابا. ولك ايش بك؟ والله ما حكيت انا. بسم الله الرحمن الرحيم، منين عم بيجيني هالصوت هاد؟ لا شكلي بلشت اخرف انا. قولك يا حيوان. نعم نعم نعم. جن الولد، اقسم بالله ما فتحت تمي. لا 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 خلص ولا يهمك. شكله مخي انا ما بقى يستوعب الفرحة. قولك يا زفت. لا تقولي هلا مو صوتك. بشو احلف لك انه ما عم بحكي انا؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قولك اصحى يا ابن الكلب. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويني انا؟ لك ايش في؟ وين التليفون الجديد كان معي؟ قولك اي تليفون جديد كان معك؟ لا تنسيني امك شو قلتي؟
امك لقيت بالمطبخ هيدا كيس اندومي وما في حدا غيرك بجيبهم، انت اللي جبته؟ انا ما جبت شيء، اصلا امي من وقت ما قالت تعالوا تجيبوا اندومي انا ما عاد جبت اندومي طاوله، اسال مجوده اكيد هو اللي عم جيبهم. هلا لحظه، التليفون الجديد اللي كان معي وينه؟ مين ضربني كف؟ انا وين كنت ليش؟ انا ضربتك، ليش في حدا غيري بضربه؟ ولا تخاف، راح اضربك كمان. بس عندك طالما طلع حلم وكل شيء صار معي طلع كذب، انا ما عاد عايش معكم ولا لحظه، مستحيل ارجع اعيش هاي الكذبه طاوله معكم انا. بس زمان انا ما صورت فقرة مقفل ومقصر معكم كتير 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 كتير. فنعت عندي سؤال سألكم يا صراحة، فمشان ما نطول على بعض كتير وناخد مقف كتير، لا اعطيكم سؤال فقرة مقفل جديدة ان شاء الله بفيديو مقبل رح اصوره مباشرة، وخلاص رح اصوركم فقرة مقفل حقها مقبلة وطالع اكبر عدد ممكن من التعليقات، رح يكون اكثر من 20 تعليق يا كل اكثر شاكو حبيبي اعطيكم السؤال. الله وسؤال فقرة مقفل حقها مقبلة هو انت وانتي طالعين مع لمة شباب وصبايا رفقاتكم، انتي ورفقاتك او انت ورفقاتك طالعين رايحين لمشوار ما انت ما لك حاطط في بالك او ما لك حاطه في بالك انكم ممكن تدخلوا على كافيتيريا او تدخلوا على مطعم، وحده من هالصديقات او الاصدقاء الحلوين بقترح انه خلينا ندخل على المطعم. طبعا بيغصبكم انه تدخلوا على مطعم، كلكم داخلين على مطعم، طبعا انت هون ما لك حساب انه معك مصاري لانه انت ما لك شيء اللي معك مصاري او انت ما معك مصاري، دخلتوا على مطعم وتورطت ودخلت انت على المطعم، دخلتي على المطعم واصدقائكم كلياتهم طلبوا اكل وهون انت صار لازم تبادر معهم حتى تدفع بالمصاري. ايش الطريقه المبتكره اللي بتخترعها لحتى تهرب من هي العزيمه، او انت ايش الطريقه بتخترعها لحتى تهرب من هالدخله هي انه انت ما معك مصاري ما بدك تدخل على المطعم؟ في طريقه كثير حلوه مره انا استعملتها وصراحه صارت معي ما كنت حاسب حسابي المصاري، دخلوني بالغصب على المطعم، طريقه اخترعتها طلعت مثل شعراي من العجين من قبل المطعم وبدون ما احسس حدا وبدون ما حدا يحس علي. كلياتكم شاركونا حبايبي حتى نستفيد كلياتنا من بعض، ولا تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس، بالحلقه المقبله ان شاء الله رح اصوركم فقط مقفل، فكلياتكم كونوا موجودين ورح اخبركم شغله جديده، عم بحضر اغنيه كثير حلوه رح تنزل ان شاء الله خلال شهر، خلال شهر غنية رح تكون جاهزة رح تنزل على قناتي، من هلا بلشنا نحضرها بلشنا نكتب كلمات وبلشنا نصور، فان شاء الله بنهاية الشهر رح نصورها فيديو كليب وبعدين رح تنعرض على قناتي على اليوتيوب، فترة شهر بتكون غنية جاهزة، بدي حماسكم قبل غنية نوصل ل 300 ألف على اليوتيوب بأسرع وقت، بحبكم كتير، اشتركوا شاركوا القناة، أي لا بينتظروني فيديوهات جديدة.